هام النهارده على فريق نادي النجوم استعدادا اكيد بكل قوه لمباراه العوده. جيما بطل اثيوبيا، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بشكل عام، كابتن سيد النهارده بتشوف الجيم ازاي؟ النهارده كمان يمكن التقاط الانفاس شويه بعد تاجيل مباراه جيما على ما اعتقد، دي يمكن هتريح شويه بعض اللاعبين، بتشوف بشكل عام النهارده الجيم ازاي كابتن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله زي الفل، الحمد لله طبعا على المكسب. يعني برضو انت بتلعب من 48 ساعه بس في اثيوبيا وبعدها مع جيما الاثيوبي، النهارده بتلعب مباراه تانية في خلال 48 ساعه. بحيي اللعيبه جدا على روحهم واصرارهم، وانا قلت كده، قلت دي مرحله القلب الجامد، يعني ممكن يبقى عندنا فنيات وممكن يبقى شوط تاني كويس جدا من احسن الاشواط اللي عملناها الشوط التاني، واللينا ضرب جزاء طبعا ما فيهاش شك ما فيهاش حاجه، لكن كالعاده يعني ما بنتكلمش على التحكيم خالص يعني، لكن انظروا لنا بعين الرأفه يعني. لكن في المهم الحمد لله على كل شيء. طبعا بحيي كل الناس، سعادتي كبيره جدا بمؤمن رغم ان ممكن يبقى فيه خصم عليه، لكن في النهايه سعادتي كبيره جدا بعودته، انا واثق فيه جدا جدا جدا، واثق كمان ان هو من الناس اللي ممكن كل ما بترجع بتتقل الفرقه. على الجميع ان هو ينتظرنا بشكل كويس قوي، واحنا لما بنيجي يعني كان يعني الناس كلها بتبقى عارفه كويس قوي مجيئتنا وعارفه كويس قوي قوتنا. فان شاء الله الرحمن يعني عدينا 6 مباريات من اصل 9 او كانوا في منتهى الصعوبه في منتهى العقبات والازمات واصابات يعني شويه عقبات قدامنا، لكن عندنا لعيبه بشخصيه الاهلي بفكر الاهلي بقوه الاهلي، مهما كانت الدنيا ماشيه ازاي عندك الصفات ما هتتحلى بيها. يعني على الجميع ان هو ينتظرنا وان شاء الله الرحمن باذن الله هنيجي في ميعادنا. انا عايز اتكلم كمان على مباراه جيما بطل اثيوبيا بعد تاجيلها لليوم 23، ده اكيد يا كابتن فنيا التقاط الانفاس شويه، يمكن هي جت في صالحنا بشكل كبير، لكن احنا عارف ان احنا كنا مستعدين سواء لمباراه 21 او 23. خلينا نقول برضو يعني انا كنت مسافر النهارده على طول من هنا على المطار، لكن الحمد لله على كل شيء هنسافر، انا هسافر الاربع والفرقه هتسافر الخميس ان شاء الرحمن. زي ما قلت يعني حته الفصل اللي بيمتد بيها النادي الاهلي من بطوله للتانيه ان شاء الرحمن باذن الله، المرحله لسه ما انتهتش، لسه عندنا سيناريو او مباراه تكمل باذن الله، مباراه العوده في افريقيا ودي كمان مهمه لانها بطوله، وبعد كده هنخش على مباراه الداخليه ان شاء الله. طب مهمه واخيره كابتن سيد، الاستقرار الفني بعد وجود مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني من ابناء النادي الاهلي وكمان موجود لتوليفه كبيره جدا، كيف ترى هذا الاستقرار خلال الفتره اللي جايه؟ احنا قافلين على نفسنا وهنقفل اكتر، ويعني اذا كان الكلام ممكن ما يعجبش الناس، لكن الغموض من اهم مميزات النادي الاهلي، الغموض من اهم مميزات النادي الاهلي. يعني احنا بن 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 بنخطط لشيء، بنستعد لشيء، بنحاول نجمع اشياء حوالين الفرقه ايجابيه، ده مهم. يعني طبعا في مدير فني ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون موافق معانا ان شاء الله الرحمن، هنساعده بكل ما اوتينا من قوه، كلنا في ظهره وهو مساندين ليه، وان شاء الله الرحمن مع اللاعبين الممتازه اللي انا بحييهم النهارده جدا 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 جدا، والعوده المصابين علي معلول واحمد فتحي واجايه ان شاء الله الرحمن باذن الله، وسعد سمير بالتاكيد، مع اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي، مع التدعيمات ان شاء الله الرحمن باذن الله على الجميع انه ينتظرنا. شكرا. مبارك اكيد للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اكيد اداء النهارده طيب لفريق النادي الاهلي، بتمنى كل التوفيق خلال الفتره القادمه. زي ما قلنا النادي الاهلي يلتقط بعض الانفاس لمباراه جيما بطل اثيوبيا يوم 23. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كالعاده ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقب فوز النادي الاهلي على فريق النجوم من استاد السلام، عوده ليك يا كابتن ميدو.